إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وترفع بها عنا وعن جميع المسلمين البلاء. أيها الإخوة والأحبة، كتاب كنت أقرأ في صفحاته قبل أيام لأحد الفضلاء، عنوانه وصايا قبل المنايا، ذكر فيه جامعه قرابة 200 وصية في الدين والدنيا، وقد اخترت لكم اليوم وصيتين من هذه الوصايا 200. الوصية الأولى والتي أسأل الله سبحانه أن ينفعنا ويرفعنا بهما في الدنيا والآخرة، الوصية الأولى: اغتنم نعمة الصحة والفراغ. اغتنم نعمة الصحة والفراغ قبل السقم والانشغال. الحقيقة هي ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما أوصى فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. الحقيقة التي لا مراء فيها أيها الأحبة: ليس في الوجود شيء هو أثمن وأغلى من الوقت. أثمن شيء تملكه أنت وأنا هو الوقت في هذه الدنيا، بل إن بعض التابعين قال: إنما الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى منه يوم انقطع أو انقضى منه جزء. ليس في هذه الدنيا نعمة هي أعظم وأكمل بعد الإيمان بالله من نعمة الصحة والعافية، وكذلك نعمة الفراغ. وإلى هذا أشار حبيبنا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس لا يقدر حق هاتين النعمتين، لا يدرك حقيقة هاتين النعمتين إلا بعد فوات الأوان، إما في آخر العمر أو عند فقدها أو يوم القيامة في يوم التغابن. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، وقلما يجتمعان معا في الإنسان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا قويا ولا يكون متفرغا لانشغاله بالمعاش وغيره من الهموم، وقد يكون مستغنيا مليء ماديا فارغ، ولكنه غير صحيح، قد أنهكته العلل والأمراض. فإذا اجتمع الصحة والفراغ، وما أكثرهما في بعض الشباب الصحة والفراغ، فإذا اجتمع في عبد فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون. وإن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. وهناك فرق شاسع بين المغبون والمغبوط الذي يحسده الناس حسد غبطة على ما أكرمه الله. قال: لأن الفراغ
يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم. وإن لم يكن هنالك بعد الصحة سقم ومرض فالهرم آت لا محالة، كبر السن وهو ضعف الجوارح عن أداء وظيفتها العين والأذن واللسان والحركة والأعضاء وضعف البدن. لذلك أيها الأحبة رحم الله الشاعر الذي قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم من صحيح مات من غير سقم، كم من صحيح مات من غير سقم، ذهبت نفسه السليمة فلته. قبل سنتين عججت عن صديق من أصدقائي في عمري درسنا وإياه، أتاني ليلة القدر قبل سنتين يسألني عن برنامج في صلاة التراويح، يسألني عن برنامج بدء الإحياء. قلت له الساعة الواحدة سنبدأ إن شاء الله. ذهب إلى البيت قال البسوا لأولاده وزوجه نزور أخا لنا. ذهب القوم ليلبسوا عادوا فإذا برأسه ساقط على صدره وفارق الحياة. ليس به بأس، شديد قوي متين، لا يشكو من مرض ولا علة. فجأة هنأه الله، مات في ليلة القدر. لذلك أيها الأحبة إذا اجتمعت الصحة مع الفراغ فالواجب على المسلم الذي يريد أعلى درجات الجنة أن يبذل هذه النعمة وهذا العطاء في طاعة الله وفيما يقربه إلى الله من أعمال الخير وصنوف الخير. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تصوروا معي أيها الأحبة، يمشي مع نفر من أصحابه، يقف على قبر فيبكي عنده طويلا، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى القبر، ويقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا المآل فليعمل العاملون. قال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان ركعتان في حق صاحبكم، لو أنه يسمح له أن يصلي ركعتين خير له من بقية دنياكم، من الدنيا كلها، بقية الدنيا إلى قيام الساعة. لذلك أيها الأحبة أنت في غفلة الأمل، مأمل حاله يعيش 80 سنة 90 سنة، أنت في غفلة الأمل، لست تدري متى الأجل. لا تغرنك صحة قوة وشباب، فهي من أوجع العلل، يعني اغترارك بالصحة هو من أوجع العلل. فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل، فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. يقول سعيد بن الجبير رحمه الله: كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، كل يوم حينما تستيقظ يكرمك الله بهذا اليوم فهذا يوم اغتنمه، فلعلك لا تصل إلى اليوم الذي يليه. أيها الأحبة هذه الوصية الأولى، اغتنم الصحة والفراغ، إذا اجتمعا فأنت في أعظم نعمة بعد الإيمان بالله. اغتنم هذه القوة وهذا الشباب وهذه الصحة وهذا الفراغ، اجعله في طاعة الله حتى يكرمك الله بأعلى الدرجات وتكون تجارتك من أربح التجارات يوم القيامة. قد يقول قائل، وخصوصا ممن تجاوز من الزمان الشيء والسنين الكثيرة، قد يقول: فات الأوان، فات العمر، كبرنا وشاب الشعر وهرم البدن ولم يبق في الكرم إلا الحطب، فما فائدة هذه الوصية؟ ذهب الشباب والقوة والصحة وذهب الفراغ. أقول أيها الأحبة هاك الوصية الثانية، الوصية الثانية: يا من قطعت ردحا من الزمن،
ولم يعد عندك هناك نعمة العافية كما كانت والشباب كما كان والفراغ. نقول الوصية الثانية: اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى. اتق الله فيما بقي، صرت 40 50 بقي 30 40 سنة 30 سنة 20 سنة 10 سنوات، اتق الله فيها يغفر لك ما مضى. يقول الفضيل أو قال الفضيل بن عياض لرجل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله. أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تسير منذ 60 سنة إلى الله توشك أن تصل. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي، هل عرفت معناه، معنى هذا الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: نعم عرفته، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل، اسمعوا أيها الأحبة، قال: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول سيسأل، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا سيسألك الله. السؤال الأول والأعظم، أخطر سؤال تسمعه في حياتك وفي دنياك وآخرتك: عبدي، ماذا قدمت لنفسك؟ هذا سؤال الله لك، ماذا قدمت لنفسك؟ عندها يقول المقصر: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني استغليت الفترة، فترة الشباب والصحة والقوة والفراغ، جعلتها لله، جعلتها في طاعة الله، في صنوف، في أفعال الخير. قال: فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل فقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ كيف بدنا نخلص؟ عمري 60 سنة وما قدمت، ما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة، أمر يسير. قال: وما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: أن يتقي الله فيما بقي يغفر الله له ما قد مضى وما قد بقي، لأن الأمور بخواتيمها. لذلك أيها الأحبة، لا ندري متى يأتينا ويفجأنا الأجل. اتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. لذلك قال أحمد بن عاصم الأنطاكي بعد أن سرد هذا الخبر، قال: هذه والله غنيمة باردة، من أصلح ما بقي من عمره غفر الله له ما مضى من سيئاته. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، فاحطط الأوزار عني، وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذن أيها الأحبة، الوصية الأولى أن تجعل الصحة والفراغ إن وجد واجتمع أو أحدهما
في حياتك أن تجعلهما لله، صحتك، شبابك، قوتك وفراغك. الوصية الثانية: أصلح واتق الله سبحانه وتعالى فيما بقي من حياتك، يغفر الله لك ما مضى وما قد بقي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجمعنا معهم في أعلى عليين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. من أراد المسلمين وبلادهم بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا ربنا عبرة لمن يعتبر يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزقنا اللهم العافية واجعلها في طاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.